يا أهل الجنة، ما أخبار جنتكم، جنة العرفان؟ من أدوات الإيغال في هذه الجنة والسبح في ثنايا فيض الإحساس فيها قاعدة سلوكية تقول: العجز عن الإدراك إدراك. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول بعض يعني أهل السلوك أن أرفع مقامات الشكر هو تأكد الإنسان واعترافه حقا بعجزه عن الشكر. يعني: اللهم إني أشكرك بعجزي عن شكرك. لأن الشكر مسألة غير مدركة، لذلك الله سبحانه وتعالى نفى فكرة الإحاطة فيها فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيا ليتنا ذات مرة نجلس ونحن نريد الدخول للتفيؤ ظلال هذه الجنة، ندخل على الله بالاعتراف بالعجز، ولكن حقا، يعني أشعر لحظتها تماما أنك عاجز مثلا عن الشكر، أو عاجز عن الاستغفار، أو عاجز عن الثناء عليه. واجعل العجز كنزك، عجزي كنزي.